السعيدي مدير مكتب إعلام مديرية أمن منفذ مساعد الحدودي. أهلا بك في نشرة الأخبار. وما مدى صحة ما يتداوله وزير داخلية السراج بخصوص منظومة الجوازات واختراقها سيد منير؟ مرحبا، أهلا وسهلا أخي الكريم. طبعا نوضح التصريح اللي قام به وزير داخلية حكومة الميليشيات فتحي بشارة بخصوص السيطرة على منظومة الجوازات. وهي في جزئية هنا لازم يفهمها المواطن الليبي اللي يتلقى الخبر هذا. المنظومة من عهد النظام السابق مربوطة في طرابلس، في إدارة جوازات طرابلس، ولكن ما يقدرش فتحي بشارة انه هو يسيطر على المنظومة هذه، بحيث انه ما يقدرش يوقف علينا نحن في منفذ مساعد او في مطاف بنينة او في اي منفذ اخر. نعم تمام. نعم، هو عنده امكانية انه هو البيانات الخاصة بالمسافرين يقدر يتحكم فيه، هو يوصل لغادي. طيب، عن طريق هذه المعلومات هل يستطيع بشاغة بأن يدرج هذه الأسماء وخصوصا ممن يؤيدون القوات المسلحة في قائمة أو على قوائم المنع من السفر؟ لا 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 يستطيع، لا يستطيع. هو استطاع الوحيدة اللي هو يقدر عليها أن البيانات المسافرين المواطنين الليبيين يوصل له غادي، لكن أنه يمنع لا ما يقدرش. نعم، كيف يصير العمل بمنفذ مساعد بشكل عام سيد منير؟ المنفذ يصير بشكل طبيعي جدا، واتخذنا إجراءات. قام السيد مدير المنفذ العقيد باسل العريبي باتخاذ إجراءات تغيير الإدارة السابقة في المنفذ وجلب إدارة أخرى لصالح السير العمل بشكل مضبوط. نعم، السيد منير السعيدي مدير مكتب أو مدير مكتب الإعلامي بمديرية أمن مساعد الحدودية، شكرا جزيلا لك.